مرحبا بكم، أنا الحخام الحنان ميلر وأنا موجود هنا في القدس. أهلا وسهلا فيكم، ومعي زوج ديال أصدقاء. تفضل. مرحبا. الناس ميتي قلعاد وأنا من القدس. أنا كنهدر غير شوية باللهجة المغربية. وموجود معي أنت، شنو سميتك؟ أنا سميتي يوناتان، كنهدر شوية باللهجة المغربية. كيفاش كتهدر المغربية؟ أنا كنهدر المغربية حيتاش كنت ساكن في المغرب شي 8 ديال الشهور. واو. في العام اللي فات كنت خدام في المغرب، كنت مقري العبرية للمغاربة، يعني المرشدين السياحيين أو مدراء ديال المتاحف في مراكش، في الصويرة، وشوي في طنجة. واو واو، أنت كتهدر مزيان بزاف، والهدرة المغربية مزيانة بزاف. وعندي سؤال، فقطاش رجعت من المغرب؟ أنا قبل شي جوج ديال الشهور جوج ديال رجعت الشهور. من فترة بالمغرب، بعد شي 8 ديال الشهور كنت مقري تما. واو. أنا كنت في المغرب باس، بيحكوا باس، لا قط، فقط 9 أيام وانبسطت، أو كيف يحكوا انبسطت؟ ولفت بزاف، والمغرب مزيان بزاف. انت كنت في مراكش؟ انا كنت خدام في مراكش الصغيره، يعني كنت على الخط، كنت في الكار في التبيس جوج ديال المرات بالسمانه. وكنت نقري تما، كنت ساكن في مراكش وفي الصويرة. واو. وبعد كنت شي شهر في طنجة، كنت مقري في معهد في طنجة. وأنا كنهدر غير شوية باللهجة المغربية، كنهدر أكثر أو أكثر باللهجة الشامية، ماشي الدارجة ديال شمال أفريقيا، ولكن الشامية هذا ماشي بحال، ماشي بحال، ولكن فاش جيت على المغرب كنت أنا بحالك، كنت نهدر فقط باللهجات الشامية، يعني أنا باللهجة المقدسية أو السورية. ولكن فجيت على المغرب وليت شوية شوية بالدرجة ديالي، درجة مغربية، تعودت بالدرجة ديالهم فاش هدرت معهم. ولكن الناس تما فاش يسمعوني كيقولوا لي واش انت سوري؟ واش انت مصري عراقي؟ ولكن هنا بالعكس، يعني ملي جيت من المغرب الناس يسمعوا اللفظ ديالي تب اللهجة الشامية، كيقولوا لي واش انت مغربي؟ بالعكس. طيب شكرا بزاف، شكرا بزاف، ويعطيكم ماشي العافيه، يعطيكم الصحه. شكرا جزيلا للأصدقاء يوناتان وقلعاد، ويعطيكم صحة وفي أمان الله.